السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، مواضيعنا السابقة اللي هي كانت تتحدث عن البي ام اس وتركيب البطاريات، وأسئلتنا دائما الأسئلة تكون بالتعليقات هي عن إضافة شلون نشحن البطارية، وشني نوع الشاحن، وش قد الفولتية، وش قد الأمبيرية اللي أشحن بيها بطاريات الليثيوم أو البطارية الحامضية أو البطاريات اللي نصنعها إحنا نضيف لها البي ام اس. مثل هسه البطاريات، هاي البطارية ضفت لها البي ام اس وضفت لها الخلايا الثلاثة هنا موجودة 12 فولت. ال 12 فولت هاي البطارية الليثيوم ايش قد تحتاج حتى اشحنها؟ هي 12 تحتاج 13.5 فولت او 14 فولت حتى اشحنها هاي البطارية، اللي هاي البطارية الليثيوم وهذا البي ام اس. هي اللي راح تكتسبه 12 فولت او 12.5، ويبدي البي ام اس يفصل تلقائيا، يفصل الفولت الزايد، الفولت ونص الزايدات عليها ويطفي وينطي عند اكتمال الشحن. ايضا البطارية الحامضية، البطارية الحامضية تختلف هي بدون بي ام اس، من انطيها فولتية 13.5 او 14 راح يبقى ثابت عليها بداخلها 13.5 فولت، ما راح يأثر، لان كل البطاريات هي شحنة 13.5 فولت، البطاريات الحامضية وليس الليثيوم. انا ساتكلم هنا عن الحامضية. نرجع لبطاريات اللابتوب، اذا تريد تشحن بطارية اللابتوب، وهذا الموضوع طبعا اغلب الاصدقاء من يبدل البطاريات يبدل بي ام اس، وتعلمنا شلون نحفز البي ام اس البطاريات، نحتاج نشحنها بالخارج ونشوف اخذ الشحن ولا لا. ايش قد تتطلب هاي؟ تتطلب ايضا 13.5 فولت، لان هي بداخلها بطاريات ليثيوم 12 فولت، وشاحن يكون 13 يضغط بفولت ونص على البطاريات الليثيوم ويستقر. فمن يكتمل الشحن البي ام اس راح يفصل تلقائيا ويوقف على 12.5 فولت، لان كل بطارية راح تاخذ 4.2 بالعشرة من الفولت. كل البطاريات هي تستقبل 13.5 فولت من شاحن بطاريات الليثيوم. هسه نثبت بالدليل شلون احنا شركات تصنع الشاحن 13.5 فولت. عندنا هذين شاحنات اثنين موجودات هنا، هاي الشاحنة هاي تجارية شاحنة، وهاي ايضا تجارية لكن هاي اصلية النوع، وهذا النوع الماشي بالسوق عادي. اذا اريد نركبها نخليها على الكهرباء، الشاحنة نخليها على الكهرباء ونفحص الفولت الخارج من عندها الجهد، راح نشوف انه هو 14.5 فولت، طبعا اكثر من المقرر حتى يصير سرعة بالشحن. هاي البطارية التجارية، وهاي ثانية تجارية ايضا لكن النوع الاصلي. اذا اريد نفحص الفولت الخارج من عندها هو 14 فولت، لكن هو الفولت الصحيح اثناء الشحن هو 13.5 فولت، ونقدر نزيده. المهم بكل الشرح هذا والموضوع هذا هو ان احنا متوفر عندنا شاحنات 12 فولت ونريد نسويها 13.5 فولت او 14.5 فولت. الشاحنات اللي موجودة عندنا هي شاحنات الراوتر، شاحنة مالت الراوتر تكون بأشكال هواي، أشكال تختلف شاحنات الراوتر. فإحنا اللي نريد نرفع الجهد اللي موجود حتى نشحن به، نشحن به بطاريات الليثيوم، هاي البطاريات اللي عندنا، وهذا الشيء ثابت وصحيح هو شحن بزيادة الفولت. طبعا هسه عندي الفولت، البطارية هي 4 فولت، المقرر من الشركة 3.7 من الفولت، أشحنها ب5 فولت، أشحنها بشاحن الموبايل. كل بطاريات الليثيوم اذا تريد تشحن ال 4 فولت لازم تركب 5 فولت شاحنه 5 فولت شاحنه الهاتف حتى تصير عندك سرعه، لكن اذا انطيتها 3 وانطيتها 4 ما راح تصير عندك سرعه وراح تتاخر وما راح يكتمل الشحن الا بزياده الجهد المسلط على البطاريه مع زياده الامبير. اللي موجود هنا عندنا محوله مالت راوتر، هاي المحوله تنطي 12، هاي المحوله او غير محولات كل اللي تنطي 12 فولت، شلون نرفع الجهد مالها؟ نسوي 13.5 او 14 فولت. طبعا الطريقة هي بسيطة ان شاء الله، وراح تكون بس انت مركز وياي على طريقة الشرح والتوصيل. اذا اريد هسه افحص بالبداية، افحص الفولت الخارج من هاي الباور سبلي هذا، طبعا كل الاجهزة هاي تعتبر هي مجهز وليس شاحن، هذا هو مصدر طاقة، باور سبلي، باور لتجهيز الطاقة وليس شاحن، ينطي 12 فولت. طبعا اذا تريدون انتم هسه تباعون للشاحنات هاي اللي موجوده بالسوق حاليا تجاريه اللي هي شاحنه بالاصل، وتقرا البورد اللي موجود هنا عليها الليبل
الليبل يقول 12 فولت التخريج دي سي، هذه 12 فولت دي سي. علامة ال 12 فولت دي سي هي ليس التخريج الصحيح، وانما تشحن لك 12 فولت، هي بالاصل 3 امبير، فهي بالاصل هي قاعد تخرج 14 فولت الشاحنة هاي وغيرها او اي شاحنات تنطي 14 او 13 فولت. اللي مطلوب من عندنا هو نحول هاي الشاحنة 12 الى 13 ونص او 14. طبعا الموضوع متشعب وهو بي امور، فلازم احاول اختصر قدر الامكان. اشغل المحولة مالت اليو بي اس مالت عفوا الراوتر، ونقيس الفولت الخارج من عندها. الفولت الخارج 12 فولت واربعة بالعشرة، هاي الكهرباء الخارجة من الباور سبلاي المحولة الشاحن الادابتر مال الراوتر. هذا الادابتر يخرج 12، فلازم نحوله 13 ونص. هذا الادابتر ينقسم الى نصين، نص هو الهوت ونص هو الكولد. النص الحار هو هذا الكولد، هذا العفو الهوت هو الحار اللي هنا، هذا يدخله 220. هذا ما راح نتلاعب به ولا راح نجيس ولا نسوي اي تغيير بالاي سيات او برفع تردد الموسفت اللي موجود. مربوط هو هنا، مربوط بهذا المكان هنا، معزول بقطعة تبريد واحد هيت سينك هاي هنا موجودة. هذا ما راح نتلاعب به، الشغل مالنا كله راح يصير هنا بجهة الكولد، جهة التخريج مالت الادابتر. الخطوة اللي راح نجريها حتى نزيد من الجهد هو نفتح بوابة الموسفت اللي موجود هنا، نفتحها عن طريق هذا الاي سي اللي موجود. هذا الاي سي نفتح لنا نطيه 100 اوم 100 كيلو اوم حتى يفتح لنا البوابة ويزيد من الفولت، ونتحكم احنا منها عن طريق هذا الاي سي. الاي سي هذا مكتوب عليه رمز حرف اي وحرف سي 3 هنا. اللي راح نسوي هنا اكو مقاومة ار 24 وهي مقاومة ار 23. هاي المقاومة الار 24 اللي ما مركبة هنا راح نخلي بمكانها مقاومة متغيرة فاليوم، هي اللي راح تزيد لنا بالجهد فتح البوابة مالت الموسفت وتقليله. فتريد تخلي مقاومة متغيرة حتى تزيد براحتك انت ايش قد اللي يعجبك يزيد وتنقص فوق ال 12، او تخلي مقاومة ثابتة وتحصل على 13 فولت فاصل 3 بالعشرة من الفولت او 13 ونص. فهذا الرمز مال الاي سي اللي موجود هنا، حرف الاي و سي هو هذا الاي سي اللي موجود بشاحنات بالادابتر مال الباور سبلاي مال الراوترات. هنا نتحكم بهذا المكان، راح يكون تشكيل الاسلاك مالت المقاومه المتغيره واحد هنا يصير وواحد هنا يصير، يعني راح الحم السانه هنا، الحم على هذا الطرف متصل هنا، والحم هنا، الاسلاك راح اوصلهن اسوي كونكت واتحكم بهن عن طريق الفاليوم المقاومه المتغيره. السلك الاول اللي راح اوصله على الاي سي هو هذا مكانه، لحمته بهذا المكان اللي هو على طرف المقاومة اللي موجودة هنا بوابة الاي سي. السلك الثاني راح الحمه على هذا المكان حتى اتحكم بالبوابة ازيد وانقص بها بهذا الشكل. هسه وصلت المقاومة المتغيرة على الاي سي، هاي المقاومة المتغيرة، القراءة الموجودة على المقاومة 100 كيلو اوم، هذا الرمز الموجود على المقاومة 100 كيلو اوم. هسه راح نسوي اختبار لطريقة العمل مالتنا ونشوفها صحيح لو غلط. بعد ما وصلت المقاومة المتغيرة المخارج عندي ال 12 فولت، كانت هسه راح اوصل عليها الاوفوميتر، اوصل السلك الاول الموجب واوصل السلك الثاني السالب واشغل المفتاح. التخريج هو 13.5 فولت، 13.3 بالعشرة من الفولت. طبعا الفولت هذا هو يشحن، بس احنا راح نزيده من نام للمقاومة المتغيرة، الزيادة تكون بس نحرك المقاومة اذا تلاحظون 14.5، لكن 14 هواي. اللي نريد نعرفه ان
الفولت هذا هل هو فولت وهمي ام حقيقي بي امبير لو ما بي؟ الفولت حقيقي لكن بي امبير لو ما بي ارتفاع بالامبير. نشكل مصباح هذا الخمسة واط وراح نشكل غيره. هذا خمسة واط اركبه هنا بهذا المكان. اذا تلاحظون 13.90% او 9 بالعشرة يعني راح يصير 14 بنفس الشيء ما اختلف اي شيء بيه. بقى نفس الفولت ثابت يعني الامبير مالنا قوي. رجع له 13.5 هذا 13.5 فولت. ارفع المصباح اشيل الحمل يبقى نفسه 13.5 فولت ما اختلف اي شيء. اذا الجهد اللي موجود هنا عندنا هو جهد حقيقي بامبير مضبوط 100%. وراح اشيل القارص مال الاوفوميتر تشوفونه هو رجع نفس المكان يرجع عندي 13.5. هذا الفولت اللي موجود هو يشحن لبطاريات الليثيوم وايضا يشحن البطاريات الحامضيه. طبعا الموسفيت يتحمل اللي موجود هنا يتحمل هذا الجهد ونقدر نرفع بالجهد ايضا نرفع بيش قد تريد يوصل حتى 19 هنا يوصل عندي وصل 19. اذا تحب تشيل هاي المقاومه المتغيره تزيلها تخلي بمكانها مقاومه 100 كيلو اوم بدون ان تغير راح تحصل على 13.3 بالعشرة وهذا الشيء يشحن. واذا تحب تخلي اكثر طبعا تغير المقاومه فهذا احنا راح نخليه على 13.5 شاحن وتقدر هذا الثابته بالكفر ماله ترجعه وتشحن به البطاريات الحامضيه والبطاريات الليثيوم. والبطاريه الليثيوم هي بها بي ام اس يفصل تلقائيا عند اكتمال الشحن. هذا هو الحل الانسب وهذا هو التغيير اللي سويناه هنا على الاي سي اللي موجود بداخل الادابتر. حسب هذا الوضع هو بالطبله مالت الادابتر وابدي اراويكم وين المكان صاير مال الاي سي. الطريقه واضحه ان شاء الله ما بها اي مشكله. هذا الاي سي هنا موجود بهذا المكان اللي وصلت عليه هذا مكان الاي سي وهاي البوابه مالته هنا الشركه تاركه الار 24 بدون مقاومه مخلينه هنا المقاومه هي راح تصير 100 كيلو اوم حتى نحصل على 13. هم منظمينه على 12 فولت ثابته للراوتر فاحنا نتحكم به عن طريق هاي البوابه اللي خلينا بها المقاومه المتغيره بهذا المكان. شكرا لكل من تابعني لحد هاي اللحظه اتمنى لكم الفائده ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.